تعبت من الرقص. مش واخد بالك ما كانش في حد بيرقص غيرنا بس، كان عمالين يبصوا علينا كاننا في فرجه بس. ايه لازم ناكل بقى، انا جعانه قوي. هو انا جعان زيك. ايه طب هتاكلي ايه؟ اللي انت هتاكل منه. بصي بقى انا هطلب حاجه. ها؟ بس بشرط. ايه؟ تاكلي منها. ها؟ تمام. انت بتبص على ايه يا ماجد؟ الجرسون. طب ما تيجي تقعد هنا، اصل انا مش شايفه المكان. كده احلى، شايفه المكان كله. فين؟ انا عايز امشي من المكان دلوقتي حالا. واحنا لسه قعدنا يا حبيبتي. الاكل هنا زي الزفت. وانت كلتي حاجه؟ قالولي ان الاكل هنا زي الزفت. ايه بتكذبني ولا ايه؟ لا خلاص اطلب الحساب ونمشي. حساب ليه؟ احنا هنا ما اتفقناش حاجه اصلا. عندك حق، احنا رقصنا بس. يلا عشان هنتعشى في البيت. مش قلتي مفيش اكل في البيت؟ هنجيب اي حاجه من هناك، من الشارع. طيب اوكي يلا. اتفضل هات البتاع ده لبسهولي. يلا حبيبي. اتفضل. يلا. اتفضل. اتفضل انت حبيبي. اتفضل. يلا. معلش بقى، اصل بنتي وجوزها كانوا بره ولسه راجعين. معلش عن اذنك ابقى اطلبك. يلا. ابقى اطلبك. مساء الخير يا ست الكل. مساء الخير. شايفك منسجمه جدا مع السماعه. مكالمة غرامية دي ولا ايه؟ يوجدك ايه يا ماجد؟ ايه الحكاية؟ ايه اللي رجعكوا بدري كده؟ مش كنتوا هتتعشوا برا؟ اصل ماجد قال لي نروح نتعشى في البيت مع ماما ولا ايه؟ طبعا صح. والله خير ما عملته. وفي احلى ولا اطعم من اكل البيت؟ طب بمنزل بقى البيت، في اكل في البيت؟ امال ايه؟ طبعا على ما تغيروا هدومكم اكون انا حضرت لكم لقمه. لا 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 لا، انا طلبت الاكل والاكل زمانه جاي في السكه. ها؟ طب ليه بس كده؟ ماجد عايز راحتك يا ماما. يا حبيبتي انا راحتي كده اما اشوفكم انتوا مع بعض مبسوطين. يلا بقى انا هطلع اغير هدومي والبس حاجه مفضفضه كده عشان اقعد معاكم. طب ما تاخد بايدي. يا هاخد بايدي. تعالي يا حبيبتي. استنى استنى عليك يا ماما. الهي ربنا يريح قلبك يا بنتي. مساء الخير. اهلا 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 اهلا. اتفضلي. بصراحه انا ما كنتش جايه. الله، كنتش جايه ليه؟ بس دي اول مره اقابل فيها حد غريب. انا كمان اول مره اقابل فيها حد غريب، بس انا بقى ما كنتش متردد خالص ان انا لان انا عارف ان انا جاي اقابل احلى وامز واحده شفتها في حياتي. احنا ابتدينا بقى في المبالغه ولا ايه؟ مبالغه ايه؟ طب انت فاكره فرح بنت عمتي؟ مش قلت لك فيها نفس البوقين دول؟ ما انا افتكرت انها مجامله رقيقه منك. ما انا بقى جاي النهارده عشان اكد لك ان هي حقيقه مش مجامله. تشربي ايه؟ اي حاجه فريش، برتقان او ليمون. يا ابني اي حاجه فريش بسرعه. هو ده بقى المكان اللي انت بتحب تقعد فيه؟ ايه رايك، لطيف مش كده؟ شيك وهادي. ده بنت اللي شيك بدون رصيد وعسل وقمر. ايه الاحمر وايه اللبس الجامد ده؟ انت بجد هتخليني اقوم من هنا وانا مغرور قوي بنفسي. ايه ده؟ هو مفيش حد عكسك قبل كده ولا ايه؟ الناس اتعمت؟ بصراحه مش فاكره. ممكن اسالك سؤال؟ تأمري. انت ما اتجوزتش لغايه دلوقتي ليه؟ اصل انا يا نورهان طول عمري كان في خيالي صوره للبني ادم اللي انا عايز اتجوزها. ولقيتها؟ لقيتها وقاعد معاها دلوقتي. انا ما كنتش عارفه اتكلم معاك في الفرح، بس ما اعرفش ليه ساعه ما كلمتني في التليفون حسيت ان انا مرتاحه لك قوي. اكيد عشان حسيت ان انا صادق في كلامي. بصراحه انا ما كنتش بامن لاي حد، بحس ان كلهم كدابين بيقولوا نفس الكلام. في الاخر طبعا انا عارفه ايه هي اغراضها. نورهان، انا عشان اكون صادق اكتر معاكي عايز اقول لك ان احنا لازم ناخد وقت ندرس فيه بعض ونبقى كتاب مفتوح قدام بعض. ايه رايك؟ هحاول. هتحاولي ايه بالظبط؟ هحاول اقرا كتابك. الصلاة على السلامة. العب يا معلم. ماجد.
ماجد. صباح الخير. صباح النور. هي الساعة كام دلوقتي؟ 8:30. 8:30؟ وانت ايه اللي صحاكي بدري كده؟ عشان اعمل لك الفطار يا حبيبي قبل ما تنزل. لا معلش يا حبيبتي، هفطر في المطار الطيارة. تفطر فين؟ لا هتفطر هنا على ما تنزل تروح الشغل. طيب يا حبيبتي حاضر. بقول لك ايه؟ اعمل لك ايه على الفطار؟ اعمل لك بيبي بسترما؟ لا لا اعمل يا جماعة. لا بقى انا مش قادر. دي بس ابص ايدك مش قادر. والله دي بس خلاص يلا. اكل واحدة دي. طب دي كمان بس. لا بقى والله دي بس. ارحمي امي يا زهرة. خلاص والله هتأخر على الطيارة. دي. وبعدين احتلت البسطرمة معاكي. بنت البسطرمة وجنبيه بسطرمة. بحبها قوي. يلا. يلا ياخدي بقى. اخر مرة. يلا. عارفة بفكر في ايه؟ اني اقوم البس دلوقتي واغير هدومي واجي اسافر معاكي. ايوه. واعمل لك بقى ابونيه في الطيارة تركبي معايا على طول. يا ريت. ايه المشكلة؟ وشغلي. ده انا عمري ما شفت واحدة بتحب شغلها زيك. طب عمرك شفت واحدة زيك بتحب جوزها بالشكل ده؟ وبتحب البيض بالبسطرمة كمان. ايه ده؟ دي آخر واحدة. ماجي عشان خاطر يا ميمي. حرام عليكي بقى يا زهرة. ماجي دي بس دي بس دي بس. خلاص. دي بس. عشان خاطر يا ميمي بقى. دي ماجي دي آخر واحدة والله العظيم. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الاوراق دي كلها عايزه تتمد. انت بتدوري على ايه؟ موبايلي مش لاقياه. شوفيه في الشنطه. اه صحيح. اه الو. الحمد لله على السلامه. انت كمان وحشتني قوي. هترجع امتى؟ تعالى يا حاج فرج، المحامي بتاعك جايب لك خبر انما هيفرحك قوي يا حاج فرج. خير ان شاء الله. هيخرجوني؟ محدش بيخرج بالطريقه دي يا حاج. ليه يا اخويا؟ مفيش ابراج صحي؟ مفيش كوسه؟ ولا خلاص الكوسه اللي في البلد اتوزعت؟ وبعدين معاك يا حاج، الكلام ده ما يتقالش هنا في مكتبي. اتفضل ارتاح يا حاج. اتفضل. عاد اذنكم عشان عندي مرور. شكرا يا كلام المقبول. بس ما تطولش يا حاج ونا. حاضر. ايه بقى يا سيدي الخبر اللي هيفرحني؟ مبروك يا حاج، النقد بتاعك اتقبل وهتتعاد محاكمتك. والله؟ امتى؟ لسه الجلسه ما اتحددتش، بس اطمن يا حاج انا متابع كويس قوي، وان شاء الله هرجع لك مراتك زي ما وعدتك، وكله بالقانون. اهو ده بقى حقيقي الخبر اللي فرحني، وساعتها هيبقى لك حلاوه كبيره قوي يا متر. بس في موضوع تاني مهم قوي.